قدام لجنة الحكم يعني يعني أنت مو أول مرة تجرب اللحظة يعني قبل بالسمرات في جمهور قدامك ما تعرفهم ولا كل تعرفهم ربعك فهالشيء ما فادك أكيد فادني أنا كنت خواف قبل أخاف من الجمهور أخاف من اللجنة أخاف وحتى يوم دشيت معهد العالي فنون موسيقية قبل كنت أدرس بدايتي هني يعني كنت أخاف حتى بالسمرة تكون خايف لا عقبها رحت أول سمرة دزوني دز تكفى روح غني يلا غني يلا غني يلا غني أول مرة ارتبكت ثاني مرة ها بدايتها بس بعدين ما خاف من أحد صرت تنطلب بالاسم إيه والله والربع إيه وساعات ربعي يعني فلان يبو خلي يعني بيغنون ثلاث أربع شباب يبو هو إيه يعني ربعك شجعوك يعني أعطوك دافع ودشيت المعهد العالي في المسرحية كملتها بعد المسرح لازم مو قلب قوي طابوق لازم ما تخاف يعني انت الحين معهد العالي تخرجت المسرحية انت كذي هم فنان يعني ممثل إيه الحين انا خلص موسيقى الحين قاعد ادرس مسرح ان شاء الله يعني الحمد لله في اشياء وايد فادتك ربعك المعهد العالي خلينا نشوف التقرير عن علي بن حيدر وياي لك تدري يا عمر ايش كثر تحبك عيوني وعرفك في حبي وفي عرفك في حبي وفي شو اسوي بظنوني هذا تدري يا عمر ايش كثر لا تدري يا عمر ايش كثر تحبك عيوني عرفك في حبي وفي عرفك في حبي وفي شو اسوي بظنوني طبعا اكيد ردينا بعد التقرير الجميل والاروع حق علي بن حيدر يعني صراحة أنت يا أبو حسين يعني أنا أقول يعني يا بخت عيال بن حيدر كلهم فيك لأن أنت صراحة قنبلة موقوتة زمنية كذي انفجرت مرة واحدة صوت السهارة فلما توصل للنهائي إن شاء الله أنا يعني على اللبس الأخضر هذا متفائل لك بالأخضر إن شاء الله وفالك أخضر على قولتك أرباوي يا إن شاء الله إن أنت يعني تستاهل عرفت تستاهل ليش أن صوتك جميل زين بس يا اخي انا والله ودي شي اسمع لكم دوت انتوا الاثنين انتوا الاثنين شي تغنون تشوتون لكم شو تغنيه حق رويشد بما ان انتم ملوك رويشد اول شيء قبل ما دوتوا خلينا نتكلم عن تقريره حرام لا ينظلم التقرير تقريره جميل جدا ابي هالاغنيه اللي اخترتها اغنيه صعبه ليش اخترت الاغنيه الصعبه يعني ليش توهق روحك كذا وايد في بعض لا هي مو شغله توهق بس اغنيه حق الفنان محمد المصباح
يعني ما قاعد نشوف ناس وايد قاعد تغني حق الفنان محمد المصباح، مع انه فنان كبير وصاحب حنجره ذهبيه ولقبوه بصوت صداح، يعني ما هو سهل الفنان. وما قاعد امدح لانه يصير حق الوالده، لا كله لا لانه صوته جميل، لانه صوته صوته كافي، صوته نظيف يعني بدون لا فلتر بدون مايك بدون دنيا، ريال صوته نظيف وركوزه سليم. اي فنان، انا ما اتكلم ان انا فنان، لا انا توني مبتدئ واول ذريه، اي واحد يقول انا صوتي حلو ما يمتلك لا حس لا اداء لا ركوز، بدون ركوز خل هذا لا يمتلكهم، بس اذا ما في ركوز هذا مو فن. اهم شيء بالفنان الركوز. يعني كنت بالاغنيه قاعد تتحدى روحك، انت قاعد اتحدى روحي وفيها امكانيات، وقلت الا اطلعها بصوره حلوه والحمد لله وصلتها. ودكتور عبد الرحمن كم عطوك لجنه التحكيم على الاغنيه هذه؟ 9 9 8. حلو حلو رقم حلو ترى 9 9 8. انت ثلاث تسعة صعبه الله عليك. زين ما يهم، يلا ما يهم. ليش مو اي معزه؟ ما يهم دام قال ما يهم. اغنيتين بعض ما يهم واي معزه. اغنيتين مع بعض نبي. اوكي ما يهم جفف دموعك، ما يهم اضوي شموعك، ما بقى شي يقوب يسوى دمعك، يسوى دمع من دموعك. يا زمن قاسي عليا، يا زمن وش بيديا، يا زمن قاسي عليا، يا زمن وش بيديا، كنت انا اشكي لك حبيبي من جروحي اللي فيا، كنت انا اشكي لك حبيبي من جروحي اللي فيا، في ما يهم جفف دموعك، ما يهم تضوي شموعك، ما بقى شي يا قلبي يسوى دمعك، يسوى دمعك من دموعك. الله عليك. الله العظيم بصراحة يعني مبدعين وجميلين جدا. انزين اذا خذيت صوت السهارة شنو راح تسوي ب 10,000؟ لازم من الاخر تعطينا 10,000. سهلون كل خير والله. يعطيك العافيه. والله شوف لي 2000 منهم. في قصيت. خف علي خف علي. اوكي يلا 1000 يلا لا تزعل. لا شوف خليني اقول لك شغله. ايش فيك؟ انا اسمك مديون؟ الحين انا افكر قبل ال 10,000 تكفى، دام انك دشيت بالموضوع انا عندي كلام ودي اقوله يعني. قول قول قول. تعطيني؟ قول وجرين لايت بعد، الجول اخضر. شوف عندي كلمه مو حق برنامجنا ولا حق الام بي سي ولا المستقبل ولا اي قناه بالكويت ولا اي برنامج بالعالم. يعني ما اذكر فيها احد. احنا دام اننا قاعد نسوي برنامج وقاعد نجيب فيه لجنه ناس اكاديميين، احنا واثقين فيهم ثقه عمياء ان هذيلا ناس أكيد يعرفون يقيمون منو اللي يستحق. صحيح حلو. انا واحد من الناس يعني اتكلم عن البرامج بشكل عام. انتوا كجمهور ككل لا تي تصوت حق فلان من عائلتي ولا فلان رفيجي ولا ولد خالي ولا ولد عمي، لان الفن كل وظيفه بالعالم لها اداتها. المغني هذه اداته حنجرته. فاذا انت اعطيته صوت وانت اعطيته صوت لا رفيجي ولد عمي ولد خالي يدق على الديوانيه، يعني تبي توصل ان الجمهور يعني عطوا حق يعني الجمهور. انا اسمع انا فهمت شنو قصدك. ان الجمهور عطوا حق قصدك. تبي تقول انه اذا الشخص مثلا ما يستاهل الصوت لا تصوت، لا تعطيه يعني هذا عن قناعه. شلون ما يعطيه اذا هو ولد عمه ولا اخوه مثلا؟ اوكي انا معك انا معك عن عشان لا يزعل اعطيه صوت، بس ما اصعد اركبه على واحد، لان هذا باكر اذا انت بتطلعين ولد عمك ولا ولد خالك هذا باكر ما حد راح يدري عنك، راح يطلع بالتلفزيون راح يطلع بالحفله راح ينكشف.
راح ينكشف. ما يخالف بس فهذه يعني هذا مو شيء صالح. نفس سالفة مجلس الأمة لما قاعد يصوتون هم في وايد ناس قاعد تصوت حق مثلا ولد عمه، طبيعي لازم يصوت حق ولد عمه. صح انا معاك، هم بالصوت انا معاك، طبيعي يصوت حق اخوه ولا ولد عمه. نخوه نفزع له، احنا نفزع له. صح نفزع له انه يقول بس هذا الشيء ما يفيده، راح يضره. صح يعني بالمجلس انت ما قاعد تسمع كل الجلسات، ممكن يكون شيء سري. صح. لكن انت هنا راح تواجه جمهور. حلو. فانت راح تنكشف ترى بالمجلس، راح يخرب ديره نفس ما في بعض خربوا ديره. انا والله يعني كلامه حلو، بلوى اكثر من كلامها، كلامها الضرر اسرار صراحه. المجلس بلوى اكثر من الغنى، كلام سليم. بس انا امانه انا مالي بالسياسه ولا افهم فيها، بس انا قاعد اتكلم عن طريق واحد. يعني كلامك حلو، تبي توصل يا جمهور عطوا صوتكم حق المقتنعين بالشخص، لا ولد عمي اخوي ما نبي هالجانب. اي ولا اقول فلان ولا فلنتان، اللي انتم تشوفونه يستاهل عطوه، لان هذا باكر بيشيل اسم عائلتك. صح. اذا والله يا معود هذا وين والغنى وين مثلا، عرفت؟ عندنا ربعنا ضرب على طول. يعني همت بتوضح ان مثل برنامج السهر برنامج كبير حمود، اشترك واحد من المشاركين تاهل كمرحله الاولى الثانيه اللي هي تعتمد على لجنه التحكيم. هالريال يعني خلينا نقول ما شاء الله عنده خير، عنده خير، فاكيد راح يطلع الاول. ليش؟ ان عنده خير خيالي يعني، والكل راح يصوت له من اهله بدعمونه. فانت هات بتوصل له انه يعني مو بالماده. اي وفي شيء، دام انك انت حاط اللجنه واثق فيهم ناس اكاديميين وفاهمين، خل ثلاث ارباع التقييم بيد اللجنه. صحيح. والربع حق الجمهور. صحيح. لان اللجنه ما فيها يعني كم مثلا 40% حقكم، نقول على الاقل الجمهور 40 او 70 اللجنه 30 الجمهور، يعني احنا نعطيهم الجمهور. تدري 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 بن حيدر، يعني انا ودي يعني ودي اكون متعاطف معاك واقول لك ان انا ايدك بالموضوع هذا، بس يا للاسف ان كل البرامج هذه اللي على مستوى الخليج والعالم العربي وعلى مستوى الام بي سي وعلى مستوى الام بي سي وعلى مستوى هذا، تقييم كل طالب او كل مشترك او هذا بايد الجمهور، حتى لو كان الشخص هذا ما يمتلك الحس ولا هذا، بس سبحان الله يقول لك المحبه من رب العالمين. انت من اول وهله على قولتهم، من اول بوها، من اول نظره، من اول هذا حبوا المشترك هذا، صوتوا له وصلوا للنهائي. ومو كل شخص نفس ما انت قلت يوصل للنهائي وياخذ المركز الاول يبدع، بس في عندك وايد برامج ناس يعني مثلا وصلت وخذت وهذا وابدعت وكاهي ما شاء الله، وفي ناس اندثرت وما ندري عنهم. وفي هذا الشغله انه اقول يعني احنا مو قاعد نطالع الجائزه، الفلوس مو هي اللي تجيبنا، احنا اللي نجيب الفلوس. حلو. احنا نبي تقييم صحيح كانسان هو تحطه انه يستاهل المكان. انا ما نفس نبي من عندنا بن حيدر، احنا من عندنا هني من برنامج قادر نقدر نقول يا جماعه الخير اللي قاعد يتابع برنامج صوت سهاره، اللي يعني يحب اللي يشوف ان الصوت اللي يستاهل صوت له، حتى لو كان ولد خالتك. خل برنامج صوت السهارة يعني كأي برنامج، مثل الآن عند أنا كقناة أفتح لي برنامج. صحيح. أكيد أبي ربح، أبي ربح مادي أنا كبرنامج، فأكيد بعتمد يعني الشيء الأول هالبرنامج حق صوت الجمهور، يعني ربح المسجات، ربح الاتصالات، يعني كأي قناة تبيش أكيد ربح مادي قبل ما تطلعك أنت كموهبة. يعني إذا أنا الحين مثل حمود سويت برنامج مثل ما قلت على اللجنة 80% خلينا نعطيهم، ك20% جمهور شو يفيدني؟ شو بربح أنا كقناة؟ أنا قاعد أتكلم عن القنوات كلها بحتى العالم كله. أنا ما أتكلم عن ربح، أنا قاعد أتكلم ممكن أنت إذا مسوي برنامج أدري أنا دعوات بس أي شيء. أي قناة ترى على فكرة ابن حيدر، بس يعني بس شغلة بقول لك إياها يعني عشان لا تتابع، ترى تكلفة البرنامج تكلفة عالية جدا، يعني بدون ما أذكر لك شنو المبالغ، شنو غير أن الفنانين، غير الفرق الموسيقية، غير هذا، فيعني ترى يعني القناة هنا عندنا احنا تلاقيه يمكن خسرانة حتى أكثر من موضوع. بس أنا شنو قلت لك من البداية؟ أنا قلت لك ما أتكلم عن برنامج. أدري أدري احنا قاعد نتكلم عن البرامج بشكل عام، بس أنا شوف أنا ايش قاعد أقول لك؟ احنا نتمنى نسمع، احنا فهمنا وجهة نظرك، نتمنى إن شاء الله من اللي يصوتون يصوتون حق الشخص اللي يستاهل أو صوته جميل ويوصل للنهاية. 10,000 ايش بتسوي فيها وخلصني من الآخر. والله شوف أنا إذا عديت المرحلة الجاية وصلت النهائي أعد النهائي، إذا إن شاء الله حالفني الحظ وربحت مركز أول سوي لي لقاء أقول لي إيش بتسوي. الحين لا تسألني وأنا ما تبيني أقول لك إيش بتسوي بالعشرة. لا لا يا ربحت إن شاء يعني الله يعني كل شيء إلا إيش أقص على نفسي وأنا باكر حتى دينار ما دينار ما تاخذ؟ إي فما له داعي. إجناع والله نفسه يعني ما لا لا تقول لي نفسه، مو معقول تصير نفسه أنت بال لا لا صدق يعني يمكن أنت بتشتري لك عودين زيادة، وين يمكن تاخذ أخوك بتطير تايلاند وياه. لا ما تدري يبي ياخذ له جت ورافع يمكن تشر لك جت وبتقحص فيه بالبحر، ترى صيف الحين وين اقحص بمبات هذه مو تقحص. زين الجناع من توقعاتك؟ تعرف قول زين خلاص الجناع توقعاتك مرحله النهائيه من يوصل توقعاتك؟ والله اتوقع بن حيدر. بن حيدر اي والله علي دام انك انت تجي واثق وايد بن حيدر راح يوصل للنهائي. بن حيدر اذا فزت انا ما شغل، انت قلت بتعطيني 1000 انا ما شغل. بن حيدر متى توقعاتك يوصل النهائي؟ توقعات والله شوف انا هالسوالف والله ما احب اقول.